بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الفحم الأسود أو الفحم الحجري؟ طبعا يتميز الفحم باللون الأسود والصلابة وقابليته للاشتعال بسرعة نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من عنصر الكربون بنسبة تصل إلى 50% من الوزن الكلي. أما عملية تكون الفحم فإنها تحتاج إلى وقت كافي تسمى بفترة حمل الفحم، كما كان دارجا أيام العصر الطباشيري قبل 290 إلى 360 مليون سنة، حيث بدأت عملية تكوين الفحم في مناطق المستنقعات، ونتيجة لذلك أصبحت النباتات تنتج ثمارها بشكل أسرع مما اعتادت عليه وبكميات كبيرة، إلى أن لجأ الإنسان لقطعها وتجميعها ثم دفنها تحت الأرض لتتحول بعد مرور الزمن إلى الفحم. أما بالنسبة للوصف الدقيق للمراحل التي يمر بها تكون الفحم فيكمن بالخطوات الآتية: المرحلة الأولى عندما تموت السراخس والشجيرات والكروم والأجاذة والطحالب الموجودة ضمن مناطق المستنقعات وتتجمع ضمن منطقة معينة على سطح الأرض، فإن المادة العضوية فيها تتفسخ بفعل البكتيريا مولدة مادة ثنائي أكسيد الكربون وغاز الميثان. المرحلة الثانية حينما تصبح النباتات مدفونة تحت سطح الأرض وعزلها لفترة طويلة من الزمن عن الهواء، فإن البكتيريا اللاهوائية تبدأ حينها بتفسيخ وإفساد بنيتها، وهذه العملية تستغرق آلاف السنين، حيث تصبح منتجة عدة أمتار من المواد النباتية المتحللة جزئيا والمعروفة باسم الخث. المرحلة الثالثة عندما يدفن الخث على عمق كبير، فإن الماء والمركبات الأخرى يتم طردها منه بفعل زيادة الضغط، ويبدأ الفحم بالتكون بجودة اشتعال منخفضة. أما المرحلة الرابعة مع استمرارية عملية الدفن فإنه ينتج زيادة في الضغط والحرارة مسببة التحول من النقصان في جودة اشتعال الفحم إلى ازديادها، ويصبح فحما أسود اللون. أهمية الفحم في الثورة الصناعية أسهمت في تغييرات أساسية على العالم أجمع، حيث انطلقت من بريطانيا كذلك، وكان الفحم هو سر النجاح في ذلك، حيث كانت بريطانيا تكتنز مخزونا كبيرا من الفحم الذي كان يعد وقودا مميزا وذا تكلفة مادية أقل من مقارنة بالوقود التقليدي الخشب. أما الحاجة المضطردة للفحم خلفت توسعا في مجال التعدين، متغاضين عن تفاقم مشكلة موازية على نفس الوتيرة، ألا وهي مشكلة الفيضانات، حيث قام السيد توماس باختراع مضخة بخارية تعمل على سحب مياه التعدين. حوادث مناجم الفحم فيما يلي نذكر أبرز البلدان المنتجة للفحم والحوادث التي تنتج عنها عن التنقيب في مناجم الفحم، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفقا للمعهد الوطني للسلامة هناك قرابة 622 حادث تعدين للفحم أدت إلى 5 وفيات أكثر في عام 1839 إلى 2007 خصوصا في كندا. ربما يشاع الحوادث بشكل جماعي باسم كوارث التعدين. ماذا جاء في القرآن الكريم فيما يخص الفحم الحجري؟ بقوله تعالى في سورة الأعلى الآية 3 إلى 5: والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الغثاء هو اليابس والأحوى من الحوى، وهو السواد إلى الخضرة أو حمرة إلى السواد، والتفسير هو جعله بعد خضرته يابسا أسودا. وينطبق هذا على الفحم الحجري الذي تكون معظمه في حقب الحياة القديمة حينما ظهرت النباتات غير المزدهرة والسرخسيات بكثرة فائقة، ثم تراكمت فوقها رواسب تحولت إلى فحم حجري مع طول الزمن وارتفاع الضغط والحرارة. والحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.